صباح الخير، هل باتت الحكومة على قاب قوسين من الانفجار الكبير؟ وما أهمية استمرارها وسط غياب مكونات أساسية عنها؟ كيف سترمم الميثاقية وسط عدم اعتراف البعض بغيابها أو حتى المس بها؟ أما الهم الرئاسي، هل سيحل بمعزل عن الحل الميثاقي وعن قانون انتخابات عادل؟ من سيؤمن العدالة ضمن حوار بات بنظر اللبنانيين حوار الطرشان؟ أما النفايات فحدث ولا حرج، الكل يحاول إيجاد الحلول لها إلا الوزير المعني بها. فإن أصبحت الحلول وكيف ستتطور؟ ضيفي بحلقة اليوم من مدى الصوت بالاستوديو نائب رئيس المجلس النيابي الأسبق الأستاذ إليل فرزلي، دولة الرئيس. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. وسط الكلام عن الميثاقية وعن التطورات الإقليمية وعن الداخل وعن تسييس النفايات فقط في المناطق المسيحية، رح نبحث هالمواضيع ولكن بشكل إذا بدك تسلسلي. رح بلش من صدور القرار الظني بتبشيري مسجدي التقوى والسلام. السؤال اللي بدي أسألك، ما رح أسألك تعليقك، بدي أسألك تعليقك على التوقيت اللي صدر فيه القرار الظني. أحسنت إنك ما تسألين تعليقي، لأنه أنا عادة ما بتعاطى إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد بأي تعليق صادر عن القضاء لسببين. أول سبب، أنا غير مطلع على الملف لأبدي رأي علمي وقانوني وأنا أبدي القضاء وأبدي العدلية. واثنين، لأنه هذا القاضي كقرار ظني هو ليس حكم مبني على اليقين، هو قرار مبني على الشك. والمحكمة هي التي تحكم وتستند إلى اليقين، حيث ممنوع نسبة الشك أن تكون 0.01%، لأنه أما إذا تعادلت كفتا الشك واليقين فالحكم لبراءة المتهم، لأنه من الأفضل أن يحكم على 100 مجرم بالبراءة من أن يحكم على بريء واحد بالقتل. هاي فلسفة القانون. فأنا ابن المدرسة مش محامات، اليوم جواب جواب قانوني. القانون هذا القانون اللي نسيوه اللبنانيين. فأنا ما بقارب هيك مواضيع. أما أنه بتقولي لي بالنسبة للتوقيت، نعم قد يكون هناك توشيد من هنا أو من هناك للنيابة العامة أو لهذا القاضي أو لذاك في أن يصدر التوقيت أو أن يستعجلوا صدور إصدار قرار. ما بعرف الظروف التي حاولت حول استصحابه. هلا نحن اليوم بالذكرى الثالثة للتفجير، يعني بعدنا بصرف النظر ما هي الظروف. خلينا نتعاطى مع الموضوع تعاطي قانوني. وأحسنتي أن بلشتي سؤالك أنه ما رح نسألك عن مضمون القرار. لا، ما رح نسأل عن مضمون القرار، لأنه نحن ما معنا، يعني بدنا نحكي عن أمور أوسع بكتير، عن أمور ربما بتنعكس بشكل أو بآخر اليوم عم بمر فيها البلد على كل الظروف السياسية والأمنية وحتى الدبلوماسية اللي نحن عم نعيشها اليوم. حبيبتي سبق السيف العدل، لا لك لا. كانت كل الأحداث اللي بتصير بلبنان بالأحداث الحقيقية أو الأحداث المصطنعة. مصطنعة بالشك بالإعلام أو افتعال واتهام الجرائم أو بشهود زور أو بغير شهود زور. هذه مرحلة مرت في لبنان. لم يعد لها قيمة. ليه؟ لأنه الأحداث كانت تصير بلبنان غايتها كانت تمهيد الأجواء لتحقيق هدف معين، هو الفتنة في لبنان والفتنة في سوريا. فهي مسألة تمت وخلصت، وبلشنا عم نشهد اليوم نتائجها على الساحة الإقليمية والدولية. وبالتالي معش إلى قيمة شو بتفتعلي سوى استنهاض بعض النفوس هنا أو هناك لاستثمارها بالحق السياسي هنا أو هناك، معش إلى تأثير ذات طابع استراتيجي على مسار الأحداث في لبنان أو في غير لبنان. نعم دولة الرئيس، رح تابع معك من الموضوع اللي حضرتك بلشته، مع أنه كان سياق الحلقة مفروض نبلش من الداخل لنروح للأقليم. يوم ما يجري على الساحة السورية رح ينعكس أو تداعياته رح تنعكس على لبنان، ونحن بحالة جمود بلبنان نظرا لما يجري أو ترقبا للنتائج اللي ستصدر عن إراقة الدماء على الساحة السورية. لك الجواب السريع. المعادلة التي هي جاهزة في كل العقل. هي أصبحت معروفة للقاسي والديني.
كل ما يحدث في سوريا يؤثر في لبنان، وكل ما يحدث في لبنان يؤثر في سوريا. فكيف إذا كانت حلول كبرى أو مشاريع حلول أو واقع يسبق مشاريع الحلول حتما سيؤدي إلى ترك بصماته على لبنان؟ رح أحكي له للبنانيين سالفة مهمة. طلعوا أمراء الجبل في ذلك الحين لحتى يهنوا الحاكم بسوريا الوالي، واخدين له هدايا. وصلوا لهونيك رأوا حركة مريبة في سوريا في الشام، سألوا شالوا حطوا لقوا انه فاتوا التتار على سوريا. أحدوا مع بعضهم شو بدنا نعمل؟ راح والي، اجا والي، طلعوا لعند الحاكم قال له مين انتو؟ قال له نحن عايشين بهالجبل، مهمتنا ان نحمي الظهور، اي ان نحمي الداخل العربي والاسلامي من البحر، عرفت علي؟ من اي هجومات تاتي من البحر. قال له مهمتكم هيك، روحوا خليكم هيك. اخذ الهدايا وفللوا. فلذلك لا تزال تاثيرات تداعيات الاحداث في سوريا على لبنان مهمه وفي غايه الاهميه، والعلاقه بين اثنين علاقه عميقه وعميقه جدا، ولا يستطيع احد الا ان يتاثر بالثاني. واكبر دليل شفنا بعينا، اذا ما اخذتي الا النازحين السوريين نتيجه الاحداث السوريه، بكفي هاي لتشوفي قديش مدى الانعكاسات المهمه والتي قد تكون خطيره على الواقع اللبناني. لذلك نعم، هذه تداعيات خطيره. اليوم دولك الرئيس برايك هل اصبح واضح المشهد السوري نتيجه ما يجري من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحده، واذا بدك نتيجه محاوله وضع حلول ونتيجه ما يجري على الارض في سوريا، هل اصبح واضح أنا بالنسبة إلي لم أرى في سوريا تطور للأوضاع في أي مرحلة من المراحل. أشدد وبقلك إياها في أي بشدة بقوة مرحلة، إلا النتيجة التي توصلت إليها. وأنا حاكي على منبرك مرارا عن واقع إقليمي جديد، عن انتظام إقليمي جديد أركانه إيران وتركيا وإسرائيل. أنا ما هذا موضوع حاضر فيه، كاتب بسبع سنين مقابلات بجريدة السفير مع نبيل هيثم بهذا الموضوع، فليرجع الناس إليه. أنا لا أرى إلا هذه النتيجة. بس بلشت هالنتيجة تكون عملياً على الأرض، بلشت ترتسم معالمها. الاتفاق الإيراني التركي أكثر الأد انعكاسها على الساحة السورية اللي بدك تبلشي تشوفيها بشمال حلب وبشمال سوريا. إعلان بالأمس بوتين عن اتفاق وشيك، واليوم طالع أخبار إنه الاتفاق حصل بين على تحديد من هم الإرهاب ومن هم ليسوا إرهاب، وبلش يصير في استعدادات لمعركة الحسم، والظاهر أن الحسم قريب وقريب جدا. الأهم من هذا كله، أنت تابعي شغلة بسيطة بخطاب سمعت السيد حسن نصر الله الأخير. ألم يتحدث أثناء خطابه عن دعوة المسلحين إلى الحوار والعودة؟ مظبوط. لاحظتي بلبنان اجتماع تم للجماعة الإسلامية والسلفيين، حيث تلقفوا بصورة إيجابية مع بعض التحفظات طبعا أكيد، هذا الكلام أنه قد يبنى عليه إذا كان هناك مصداقية، وإذا كان هناك هذا كلامه I am quoting. هذا شو يعني؟ هذا يعني نتائج الاتفاقات التي عقدت بدها تبلش تعطي ثمارها على الأرض في سوريا وفي لبنان. وبالتالي كل ما يحكى ويقال وكل هالبعبعات كل هيدي على جوانب المشهد الرئيسي في البلد. أنا رأيي الشخصي أنه تداعياتها على الساحة اللبنانية ستكون في غاية الأهمية. لأنه ليش بدها تكون في غاية؟ لأنه ما في عقل سياسي استراتيجي على الساحة اللبنانية. العقل السياسي الحقيقي تبع النظام اللي لاقطه اليوم منه عقل استيعابي يحتوي المتغيرات ليحافظ على الواقع القائم.
عرفت كيف؟ إنما عقل رفضي، عقل كان متعجرفا متكبرا، هلا في مكابرة، ما في تكبر، في مكابرة، سيبقى متعنتا وبالتالي سيتم إسقاط النظام. إسقاط النظام في لبنان؟ هذا بلبنان، هذا هذا. بس اليوم عم تحكي شيء كثير خطير. طبعا طبعا، شو خطير؟ لا خطير ولا شيء، لا أول شيء. نعم. لا 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 لا، ما في شيء خطير. هو حدا يعيش هيبة مخاطر وخطورة الشيء، وهذا كلامي متعمد للبنانيين. متعمد. يعني اليوم بدي أقول لك شغلة حبيبتي، خليني أقول لك شغلة. وقت النظام مهني تركيب القائمة، يعني النظام سقط قبل منذ أبد. طيب دخلي بدي أسألك سؤال، ما هو النظام في لبنان؟ أليس هو الدستور الذي ينظم العلاقات بين المكونات في البلد؟ وينه؟ بالأمس وقف دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيل بري رئيس السلطة الاشتراعية ليقول يجب أن نوقف العبث بالدستور، وكلنا ارتكبنا جريمة العبث بالدستور. يعني حتى ما 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 برأ ذاته من هالموضوع، وهذا تعتبر بمثابة رد على الوطن. يعني شو أبي أقول دولته؟ وأنا بحييه على الكلام. أبي أقول إنه هذا الدستور انتهك، طار، ما نحن ضربناه. وقبل بشهر شو قال؟ قال إن الذين يدعون الحفاظ على الدستور يهرولون باتجاه إسقاطه. ما عمل التصريح المشهور، ما حدا سمع، لأنه عقول مغلقة، عقول متوهمة إنها قادرة تستقر على الباطل. أكثر من الأد، أكثر من الأد، انتبهي لنقطة مركزية وأساسية في 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 هذا بهذا الشأن. اعتبر الدستور العبث فيه ردي على الوطن، انه ضرب للوطن، ضرب للكيان، ضرب لاستمرارية الكيان، لاستمرارية الوطن، حطوا بأعلى درجات المخاطر. فإذا شو بقى بيكون سقوط النظام غير سقوط الدستور؟ وبالتالي نحن محاولة الهيلمة هيك، وبيعبسوا بس يقولوا لا، شو إنجيل مقدس؟ لا، شو قرآن كريم منزل؟ لا لا، نحن مسيحيين، إلا فليسقط دستور الجمهورية الأولى. عندما اشتممنا أن هناك اعوجاج في المسيرة قليل، يا محل ذلك الاعوجاج أمام الاعوجاج الذي نعيشه اليوم والأثام الذي ترتكب اليوم. والدستور أين سقط؟ سقط مش هلا، عام 1990 عندما بدأ بتنفيذه بصورة خاطئة. وعندما بنيت سلطة استنادا لقوانين انتخاب متعاقبة مخالف لمضمون الدستور. دولة الرئيس، قبل ما تابع معك فوت معك بالعم المشاكل اللبنانية اللي عم بتصير، بدي تابع شوي بالموضوع الإقليمي. اليوم ذكرت حضرتك إنه إيران، تركيا، إسرائيل، وأكيد من وراهم أيادي الروسية والأمريكية. اليوم الدور السعودي وين بده يكون، والناس أو المكونات المرتبطة ارتباط وثيق بالسعودية اليوم كيف بدها تكون؟ خلينا ما ننزل، هذا كلام ليس بالجديد. أنا أحكيك هذا الكلام طبعا ليس بالجديد، بس أنا عم بسألك وجهة نظرك، يعني وشايفه يعني وأبردد مرارا وتكرارا. لذلك المسألة مش مسألة موقف مسبق تجاه هذه الدولة أو تلك، مسألة قراءة موضوعية للأحداث. المملكة العربية السعودية قدرتها على تقديم الخدمات الاستراتيجية للنظام العالمي مرتبط بنقطة واحدة فقط، أو نقطتين لحتى نكون موضوعين: الطاقة المالية البترولية وكيفية استخدامها، ونقطة تانية أنها
حيث مكة المكرمة. أليس كذلك؟ 100%. بس بالنسبة للشق الأول لشق المال والبترول وقدرته، هذا في نهاية الأمر عندما يصدر قرار كونسنسس دولي، القدرة على الاستعمال بطريقة لا تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بتصفي ممنوعة. ما بيقول بصفي مال فقط، مال لخدمة أهداف معينة. هذا المال استخدم في زرع حالة عدم الاستقرار في بعض البلدان بصرف النظر عن أحقية الموقف أم عدمه، مش أبقيم الخلفيات أم برسم الواقع. لأن كان هناك للسيب الدولي باستخدامه في هذا الاتجاه، بس يصدر قرار ممنوع دفع المال مثلا أقول للنصرة بسوريا، فأي شو دفع من سوريا خمس دقائق فأي واحد نعم. بالنسبة حيث مكة المكرمة، ما أنت وأنا بنعرف أنه التركيز الدولي اليوم والعقل الاستراتيجي اللي بيشتغل بالسياسة الدولية ضد الإرهاب عم يفتشوا على الطريقة للفصل بين الوهابية ومكة المكرمة. هاي بقصة. لذلك أنا أخشى ما أخشى وأرى أن ساحة الخليج وساحة شمال أفريقيا في لعبة الحرب على الإرهاب ستستمر بعد إغلاق الساحة السورية والعراقية، حتى لو صار بالغرب حل باليمن ما حدا رح يقدر يمنع القاعدة الموجودة في الضرماوت وموجودة بجنوب اليمن وفي كل على الحدود مع سوريا أن تمتد من هناك حتى إربد في اليمن في الأردن. هلأ والبيئة الحاضنة موجودة، هلأ ماذا تستطيع أن تفعل؟ كيف ستتطور الأحداث؟ شو دور الدول في إدارتها؟ كيف سيصار إلى ضبط الإيقاع وإرساء الواقع؟ هذا أمر أنا يعني تأسف عملاني اليوم بهيدا الاتفاق، أو إذا بدك بهيدا الأعطاء تركيا من إيدها. هو اليوم المجتمع الدولي يقول إنه إيران هي حاضنة للشيعة وتركيا أصبحت حاضنة للسنة، بدل يعني عم يعطوها الدور السعودي. أنا حاكي معك فيه كمان عدة مرات عندك وطبعا بغير منابر، تحت الطاولة كل عمر الصراع قائم من يمثل الضلع السني في الأوردر الإقليمي الجديد. هل هي تركيا أو السعودية؟ تركيا دولة أصابها ما أصابها ولكن هي دولة القادرة. طب لك شيلي قضية دفع المال، والمال بيقدر ينوجد وحطين إيدهم على أبار بترول والإرهاب و شو بتقدر تعمل مثلا المملكة العربية بسعودية؟ طبعا هلا قيل لنا انه تحركت حما ردت فعل للعودة لكي تنوجد على ساحة المفاوضات في اللعبة السورية، ما بعرف قديش بتقدر تزبط معها وتستمر. ولكن عمليا تركيا يا صاحبي، بعدين تركيا دولة كبرى في المنطقة، هي اللي بيهيئوها لتعمل توازن مع ايران، مش انا وياك. فبالتالي في لعبة الأوردر الإقليمي الجديد هذا اللي بده يصير، انعكاساته على سوريا على لبنان كمان، هذا استطراد وتفصيل واقع العروبي مستقبلة، سحقة محقة عدم سحقة عدم محقة، كمان هذا بيخضع لنقاشات عديدة. ولكن المسار الكبير بظل الكبرى اتفاق الأمريكي الروسي، تحته بيوقع نظام هذا. من هون اجت ما سمي بتطبيع العلاقات بين الخليج السعودي وإسرائيل، لأنه إسرائيل بلا مال الخليج في هذا النظام الإقليمي الجديد شو لها قيمة؟ إسرائيل قوية علي وعليك، بس مع إيران ومع تركيا شو إسرائيل؟ دولة من الدول يعني، عرفت علي كيف؟ لذلك هي بحاجة لكي تصبح ذات حيثية مهمة في التوازنات الإقليمية بالأوردر الجديد، أن تقود الساحة بطريقة أنه عدوك صديقك. فعدو إيران المشترك أنتج تطبيعا للعلاقات، أخذ يضر بقرنه بشكل واضح على الساحة
من قصة أنور عشقي وغير أنور عشقي والمكاتب الدراسات، ولا رجع رايح مرة تانية تحت عنوان أبحاث وأبحاث، يعني الأمور ماشي بهذا الاتجاه. نحن لبنان اليوم إذا هيد الأمور ماشي بهذا الاتجاه، هيدا الموضوع، هذا الشق، هذا الشق يلي هو العلاقة مع إسرائيل والدور اللي عم تاخده إسرائيل اليوم، لبنان كيف بده يتعاطى مع هذا الموضوع؟ يعني بلبنان تقريبا بلبنان بس الوحيد اللي صار في محور، في محور مقاومة، ما عش فيه هون بلبنان ممانعة، هذا الشق ما حدا قادر يتعاطى فيه. ما حدا قادر، أول شيء بده يتعاطى مع نتائجه. اثنين، مسألة إسرائيل، التوازن خلق في لبنان والتوازن عبر حزب الله، خلينا حتى نكون أكثر حريصين على عملته معادلة الجيش والشعب والمقاومة حتى نكون هيك شوي محترمين التضحيات العالم اللي صارت. عملته في الجنوب وعملته على سلسة جبال لبنان الشرقية، مو هيك؟ مو هيك، هيك ونص، هيك ونص. بس بدي أنا بدي أسأل بلسان الناس يلي هن ضد حزب الله وضد سياسته اليوم، يلي بيقولوا إنه اليوم إنه المحور المقاومة ليش بده يكون بس بلبنان؟ وين؟ بينما العالم كله عم بيخلق له دور لإسرائيل بكل التوازنات الجديدة. لا لا، حتى لو خلقنا مش خلقنا بهي الدور، التوازنات الجديدة موجود دور لإسرائيل في المنطقة. نعم. إسرائيل وقت راح أردوغان بعز قوته كان مدد مع خط على الرئيس بشار الأسد، كانوا بيعملوا سياسة البحار الخمسة بالانفتاح وبيخلقوا نظام كبير، وراح عبر الجماعة الإسلامية هو صار مرجعية أساسية للجماعة الإسلامية، وهذا حزب يمتد من شرق البحر الأبيض المتوسط حتى طنجة. طبعا إذا بديش إليك أندونيسيا، عابر للحدود الوطنية، حزب وعمل اتفاقات ووصل على فلسطين ووصل على غزة بخرط مرمرة. إجا الإسرائيلي خبطوا عائلة، لا أبي أقول له أنا شو خليتولي إيران بالخليج فارسي عربي مثل ما بدي، بالعراق، بسوريا، بلبنان، أنا شو خليتولي أنا ومحمود عباس قاعدين عم نتحدث سوا بهالكوريدور؟ طبعا بهالأثناء كان عم تنطبخ رفع مستوى العداء بين الخليج وبين إيران لحتى يوصلوا لهي المرحلة. تبرير التطبيع مع الأخذ بعين الاعتبار، هون تسكريني بالكلام قبلي، ردة الفعل بالسعودية شعبيا بين السعوديين في وتيرة هائلة من الغضب والشجب لفكرة التطبيع مع إسرائيل. لذلك بتلاحظي شموا ولدوه، بيبعتوا عشقي بردوه، البواخر اللي بتجي من حيفا بتجي حاطة علم شي بنما شي كذا إلى آخره. لذلك هذا الموضوع موضوع هو سيكون الباب لمشكل في الساحة الخليجية بعد إخلاق ساحة سوريا والعراق. هاي وجهة نظري. طبعا نحن عم نحكي تحليل ومش عم نحكي بشكل أساسي، عادة بصحة يعني إلى حد ما بصحة. عندك قراءة مرتبطة لأنه بالتاريخ وبالجغرافيا وبالتطور عشتي هاي بالتاريخ والجغرافيا منيح. جغرافيا التقسيمات في المنطقة وتقسيم الدول وأيضا بالديموغرافيا والطوائف والمذاهب إذا جاز التعبير. دولت الرئيس للفرز بدنا نروح إلى فاصل إعلاني أول مستمعينا، وبعد الفاصل راح نتابع بإنعكاس ما سميه الرئيس الفرزلي بالأوردر الجديد، الأوردر الإقليمي الجديد والدولي في المنطقة العربية. وطبعا رح نتطرق إلى ما سيجري في لبنان المرحلة المقبلة، ما يجري حاليا وما تطرق له دولة الرئيس في بداية المحور الأول، أي سقوط النظام في لبنان، أين نحن من النظام اللبناني. فاصل ومنتابع حلقة مدى الصوت. يعني لأن حكينا كتير استراتيجية بأول محور لنذكر العالم إنه هيك نرجع هيك نبسط لهم الأمور براسهم ليضلوا معنا. هلا بقول لك ليش هاي استراتيجية مهمة للحديث الداخلي أثناء حديثنا. لا تبرم ولا تحتار، لجاكوتيه الأفضل بالنوعية وبالأسعار، كيلو لحم مفروض بس ب 6000
خدش معي وقت. البطرك بيرسي مبارح. إذن مجدداً مع دولة الرئيس إلي الفرزلي من برنامج مدى الصوت. دولة الرئيس، كنا عم نحكي بالمحور الأول أنه اليوم في أوردر إقليمي جديد عم يعطي تركيا دور، عم يعطي إيران دور، يعني رح يكون لثلاثي تركيا إيران إسرائيل حسب ما ذكرت حضرتك، طبعاً بغطاء بغطاء دولة يلي هو اليوم الدول نعرفون انه روسيا والولايات المتحدة بشكل اساسي، رغم الحراك الفرنسي والبريطاني ببعض الاوقات، ولكن الدور الاساسي هو اليوم اللاعبين الاساسيين اللي هن روسيا والولايات المتحدة. حتى ما يروح الوقت ما نحكي عن لبنان والمستمعين اكيد ناطريننا اليوم نحكي عن لبنان. هل اوردر الاقليمي اليوم لبنان كثير عن لبنان بالشهر القادم يعني لبنان كيف رح يقطف منه؟ ونحن اليوم لا رئاسة جمهورية لا قانون انتخابي، يعني ما عم نقدر نتفق على أبسط الأمور، على الأمور البسيطة يلي هي تعيين قائد أمني جديد ما عم نقدر نتفق عليه. أنا برأيي هذا كمان استطراد. يا خبرك ليه؟ أنا أثناء حديثي الأول الشق اللي سميتي استراتيجي قلت لي بالتطورات الموجودة في المنطقة والمتغيرات القادمة لا يوجد عقل في الإدارة السياسية للسلطة في لبنان، بسميه نظام حتى ما فيش نظام، سلطة. هذا العقل الأساسي فيه عقل غير مستوعب وعقل أبي كابر، لذلك أنا لا أنتظر قدرة على تفاعله مع التطورات الإقليمية بطريقة سليمة لحتى يقدر يتكيف بتطوير الواقع اللبناني كمان بصورة سليمة وهادئة ورصينة. هذا العقل عقل عايش بعده اتفاق طائف طلع اعتبر فيه المسيحي المكون المسيحي على أنه تفليسي توزع ذممها على مختلف المكونات الأخرى، وزعت وطبقت منذ عام 1990 حتى 2005 على أساس هذه القاعدة برضا هذه المكونات وهذه الزعمات، حطوا كانوا مخبيين بالسوري طلع السوري، استمروا بهذه السياسة بأعلى درجات الصلف والاستطار واستباحة البلد وسرقة أمواله. في شك وثبت الواقع هذا الموضوع الواضح لكل اللبنانيين، لكل اللبنانيين ثبت انه هذا هو الواقع القائم. وبالتالي هذا العقل بما استفاد من ثروات هائلة وبما استفاد من سرقة الدستور واستهانة بكل شيء، رئيس جمهورية صلاحياته عقد المعاهدات الدولية، تتذكر كيف تعاطوا معه الرئيس لحود بالمحكمة الدولية؟ كان في مشكل مع الرئيس لحود، قالوا إنه ممدد له. طب ما أنتوا بتمددوا لمجالسكم مش أب تسألوا بي. طب أكثر من الآن راحوا إلى أكثر من الآن ما رفضوا يعملوا قوانين انتخاب، كان الدم بالأرض، قالوا إلكشنز ناو ليستثمروا نتائج الدم، استثمروها، استلموا السلطة مع شكنه، استمروا مراهنين على تطورات خارجية، بتجي هذه التطورات بيسقط الحكم بسوريا، بتجي الجيش السوري مثل ما قال عبد الحليم خطاب بس انضم لا 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 للمعارضة بفرنسا، بيجي على لبنان نضرب حزب الله بتفوت صيدة وبيحكموا سيطروا بلبنان وبسوريا. فشل هذا المخطط برمته. اليوم شو البديل عن هذا المخطط بعقله؟ استمر هذا العقل بده يظل متمسك بالمكاسب التي كسبها ليلة اعتبار أن المسيحيين تفليسة يجب أن توزع ذممها النيابية والمالية والوزارية والإدارية على مختلف المكونات وهم الحصة الأساسية. رح بسط السؤال، كيف المسيحيين اليوم بدون يرجعوا يجلسوا هالمسار؟ المسيحيين أصبحوا مش بهالوارد، وارد الاعتراف بهذا الوضع، لأنهم يجب أن يدركوا المسيحيين ثلاث أمور ما ينسوها، عم بتعمد احكي هلا على الراديو كي يسمعوها بعمق تام لحتى بالمستقبل ما يصير في مندبي وبكي على الاطلال يتذكروا هالكلام. اولا
هذه آخر محاولة أو معركة أو مطالبة بحق وبحقوق من الممكن أن يقدم عليها المسيحيين في هذا النظام السياسي وهذا السلطة السياسية. آخر محاولة. لن تتكرر هذه المحاولة. آخر فرصة قصدك؟ آخر معركة. نعم. منذ عام 1975 حتى اليوم ما يتوهموا المسيحيين هم أقوى مرحلة بمروا فيها اليوم. متوهمين أنه كانوا أقوياء بين 75 و 83. طبعا كان في صوت عالي بس عمليا بالعمل النتائج واضحة مش هيك؟ طيب اليوم كان بالماضي كل المجتمع اللبناني ضدك لحتى من أول الطوائف الأخرى. طيب اليوم في معك شرائح مهمة من هذه المجتمع. كان كل العسكريتاريا اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة على الأرض اللبنانية ضدك. اليوم العسكريتاريا لا معك عمود فقري أساسي. فحل معك. طيب كانت إسرائيل تصرح وتمرح. اليوم ما بتقدر تصرح وتبرح. كانت الدول العربية مجتمعة ضدك. اليوم الدول العربية الله يسعدها ملتهية بحالها. سوريا بشكل مركزي ورئيسي اللي هي صاحبة الثقل الأساسي في 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 لبنان نظرا للجغرافيا السياسية هي دولة اليوم ما راح تكون ضدك أكيد مش ضروري تكون معك بس مش راح تكون ضدك. طيب كان المجتمع الدولي سياسته عبر سياسة التدخل وبعث الجيوش. اليوم أنت شايف الوضع شو؟ القرار الأمريكي وغيره عبر الانسحاب من المنطقة والذهاب إلى الهند الصيني للمركز القضية تبعهم هونيك. طيب كان الانقسامات عند المسيحيين بأعلى درجاتها. كان في دم بين المسيحيين. نسينا سليمان الفرنجية الشمال. نسينا الصراعات الداخلية بالمجتمع المسيحي بين بير جميل وكمي شمعون وكمي شمعون وريمون إدي وريمون إدي فلم لبنان والمسيحيين المستقلين ما توحدت بالبارودة وتركت ندوم ندوب عميقة 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 حتى لو ظهر يوحوا أنهم جميعا ولكنهم قلوب متفرقة. وهذا الواقع اللي كان. طيب اليوم عندك سعامي وهلا هذا التاني سبب خلص. ثالثا عندك زعامة مسيحية جمعت الزعامات المسيحية الثلاث ريمون إدي كمي شمعون وبير جميل بشخص واحد باين يعني مش اللون. وزيدي عليها القوات اللبنانية اللي كانت متحالفة والمسيحيين المستقلين مثل أفضالنا ومدو وما فوق صعودا. طيب أنت كنت أقوى من هيك. يكفي بقي لي وضوح المعركة والرؤية. وضحت الرؤية. وضحت أنك أنت لا تريدي أن تبقى تفليسي في البلد وأنك أنت تريدي الشراكة الحقيقية الوطنية. قاتلتي على مدى 7 سنوات تصرخي تترجي تتلمسي ترفعي الصوت تتحيطي. يا أخوان أنا أريد الشراكة تحت سقف الدستور. أتمنى عليكم تنفيذ الدستور. وإذ مرحبا دستور بمددوا للمجلس بيطلع الهيئة المجلس الدستوري هذا اللي مدد لنفسه بيقول إن التمديد غير شرعي ولكن الأمر الواقع. إجوا بدهم يبرر وجوده عبر استعمال هذا الأمر الواقع إلى ما شاء الله. وهذا أمر لا نستطيع أن نستمر فيه. فهذا اليوم أيها المكون المسيحي اسمع، مش عم بحكي بس للشعب، عم بحكي للقيادات. مين القيادات؟ كلها سواء اليوم إذا التيار والقوات أقوى مكونين. ما تدخلنيش، مش بالأسماء. ما بدي أدخل. أنا ما بدخل بس أخاطب زعماء المسيحيين الأساسيين اللي مدعم دكتور جعجع، الشيخ سامي جمي، سليمان بيك فرنجي، لأنه بالنهاية بالمستقبل بدي يقولوا بعهد هؤلاء سقط المسيحيون ودفنوا ووضع على 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 دفنتهم الحجر.
بدهم يتحملوا مسؤولية استراتيجية كبرى. نعم. بس دولة الرئيس العماد عون والدكتور جعجع عارفين هذا الموضوع، وإلا ما كانوا تنازلوا قدموا تنازلات. يصطفوا يعرفوا إحنا علينا نحكي وإن يصطفوا. لا ما نحن بدنا نناقش الوضع مثل ما هو اليوم. معلش يعني أنا واضح إنه حتى لو المسيحية كلهم على هالمنبر لحتى برر موقف هذا. مزبوط مزبوط. خلينا نضل محافظين بالتحليل ولاحق على المستوى العالي. لاحق حبيبتي اجي لعند ميشيل عون مع حفظ الالقاب وسام الجعجع وغيره، خليني كفيني. نعم تفضل. بتشوفي الجواب اخذتيه. نعم. فهؤلاء مسؤولين. انا ابخطبهم. اذا ما رحتوا باستثمار هذه اللحظه التاريخيه لاعاده انتاج الشراكه عبر تطبيق الدستور فورا عبر هاي جلسة الحوار القادمة، نروح لقانون انتخاب قائم على النسبية ومنسجم مع أحكام الدستور ويعترف بأن الرئيس يجب أن يكون رئيس أسوة ببقية الرؤساء يمثل المكون، إذا لا اطرحوا المعركة وجذروها وروحوا باتجاه لا لهذا الطائف وضعوا على عليه حجر حتى لا يقوم. تقولي لي كيف؟ قبل ما أقول لك كيف اليوم المسيحية، يعني أنا بدي أتابع معك أنا أفهم ليقدر المستمع يفهم وجهة نظرك. اليوم عم بتقول أنه بده يذكر التاريخ، أنه إذا اليوم المسيحية ما عملوا شيء رح يذكر التاريخ أنه على عهد هؤلاء سقط المسيحية دور المسيحية. طبعاً طبعاً طبعاً. ولكن اليوم إذا اتفقوا المسيحية كلهم ما بيقدروا ينجوا رئيس جمهورية إذا مكون السني للتفصيل. انا قبل لك بخاطب المكون السني. هذا الكلام لمين؟ لك هذا لمين الكلام بقوله؟ نعم بقوله بس لك انا بدي سقط الطائف. لمين اقوله الكلام؟ ولو انا لمين اقول الكلام؟ هل الرئيس نبيه بري جاهز لهذا الموضوع؟ رجعتي للتكتيك. ليه وصل لك لنبيه بري؟ ليش مستعجل؟ نعم ما بلشت لك حديثي ببدايه الحديث. قلت لك شو قال رئيس السلطه التشريعيه؟ نعم قال هناك عبث بالدستور، مش هيك؟ مزبوط. ما قالش كان سبق وقال إن الذين يدافعون عن الدستور يهرولون باتجاه ضربي، مش هيك؟ وقال إذا لم ننتج قانون انتخاب نيابي جديد فالوضع سيأخذ منحى خطير. طب كيف بيتفسروا؟ شو بيحكي كلام خملي نبي بري بيخطر على باله الصبح يحكي كلام بزته هيك ليتسلى؟ ما هي كلام هادف. طيب رح فتلك بموضوع نبي بري للبيلك شغفك للحديث بالموضوع وردك على الأساس. الموضوع الثاني اللي حكي فيه نبي بري حدد شو بده، مش هيك؟ اذا لجاوبك على قصه جهوزيته. نعم. فاذا هو جاهز مبدئيا ان يحارب فكره العبث بالدستور، لانه قال انا ساستعمل الناس والشارع لاوقف الدلع السياسي. مظبوط. شو الدلع السياسي؟ طبعا البعض حاول يفسر الدلع السياسي انه ما ننزلش على مجلس النواب ننتخب رئيس. مظبوط. هيك تفسر البعض فسرها بهالطريقة الذكياء والعباقرة. يعني الرئيس بري بده ينزل الناس ليعمل مظاهرة ضد حزب الله لينزل على مجلس النواب؟ يا ويلاه على هالعقل هذا، على هالأمية اللي بتفكر هيك. الدلع السياسي ما بيقصدش حدا، الدلع السياسي يقصد فيه الاستمرار بالعبث بالدستور. إذا كان مقصود ميشيل عون سميه لي نقطة واحدة، ميشيل عون عبث بالدستور نقطة واحدة، وهو يعلم أكثر من غيره الرئيس بري إنه الغياب عن الجلسة هو حق مقدس شأنه. أنا بحكي كيني وأنا بعرف شو القصة، احترامي لكل العالم اللي بتحكي بالبرلمانية ومجلس النواب وانعقاد الجلسة والغياب عن الجلسة كلهم يعني على البيادرنا نشأوا. الغياب عن الجلسة هو بيعرف الرئيس بري أنه بمستوى الحضور، بمستوى الامتناع عن التصويت، بمستوى تصويت ضد، بمستوى تهريب النصاب، وهي اللعبة البرلمانية بكل أبعادها. يدرك ذلك وبيعرفها تماما الرئيس بري. فلذلك الرئيس بري شو بده؟ بده قانون انتخاب على أساس النسبية. آلة لأنه قال له هذا الوسيلة الوحيدة للخلاص لنحمي نفسنا ونحمي السلطة ونحمي الدستور، وبدون هالقصة هاي الأمور ما رح تركب. هلأ رب قائل إنه لكن الرئيس بري ربط انتخاب الرئيس بالسلة، لا شغلة بسيطة. إذا إجا بكرة الرئيس سعد الحريري قال أنا بدي ميشيل عون الرئيس الميثاقي
بيقول له الرئيس البري لا انا برفض انه يكون بدك ينزل انتخبوا وفشلوا الرئيس البري دوله الرئيس حليب اذا كنت قادر. واضحه الصوره؟ لذلك الرئيس البري قوه ناسه هؤلاء بيحكي عنه اللي بدهم ينزلوا على الشارع وانا مع ان ينزلهم الى الشارع هي لوقف العبث بالدستور. إذا الجماهير العونية بدها تنزل على الشارع يا وهي مرحلة متقدمة لأنه في قبل الاستقالة بالحكومة شو بقاؤه بالحكومة؟ شو بيعملوا بالحكومة؟ يعطيني جواب الطيار الوطني الحر والأستاذ جبران باسيل. أنا من هؤلاء بخاف منه بالحكومة اليوم معلقين مشاركتهم بالحكومة نعم يعطيني جواب واحد مردود إيجابي واحد للبقاء في الحكومة. إذا حطيت واتفقت أنا وياه على معيار ومرجعية المشاركة إذا ما فيش مشاركة شو بدي أقول لكم؟ بس التيار الوطني الحر اليوم عم يحكي بالميثاقية انطلاقاً من هذا الموضوع يعني اليوم تنعيد الحكومة بياخدوا فيها قرارات بوقعوا بيصدروا مراسيم مكونين أساسيين مش موجودين ثلاث مكونات مسيحية مش موجودين مين أقول لك لا جاوبك على أقوى من هيك نعم بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ما استقالوا الشيعة ها؟ واستمرت الحكومة هل بقي شيعيا نصنوص شيعي بالحكومة؟ ولا نصنوص هل كان هناك نصنوص شيعي من نصنزيس فؤاد السنيورة بيقدر يفوت على الحكومة؟ مع انه قال له الرئيس بري يا عمي حطوا حيالة شيعي وحافظوا على الشكل الميثاقي مش هيك؟ حطوا شيء؟ جاوبين؟ لا ما حطوا طيب استمرت الحكومة او لا؟ استمرت فإذن هذا العقل عقل لا يعترف بالشراكة فعشو لا تبحث ميثاقية بس اليوم هذا السؤال ميثاقية هذا الشيء بدي شارعك عليه أنا اليوم شغيني. اليوم عم بتقول يعني بدي اتناقش أنا وياك فيه اليوم موضوع اللي عم تقول أنه الوزير جبران باسيل الرئيس جبران باسيل رئيس تيار شو بعده عم يعمل بالحكومة بس اليوم إذا طلع التيار من الحكومة إذا عندك هذا العقل بيطلعوا وزيري التيار عندك وزراء كانوا محسوبين على الكتائب اليوم محسوبين على ميشيل سليمان الرئيس السابق واليوم كمان في وزيرين لقلوا صاروا أربع وزراء مسيحية يعني مغطى بال هاي ولدن هاي دي مهني بيستعملوها بدون ان استقالوا أو بقيوا بيستعملوهم وسيلة من الوسائل للتكتك في اللعب على التناقضات على المكون المسيحي مهني بيعرفوا انه هؤلاء يمثلوا شيء والرئيس ميشيل سليمان بيمثل ما هي ما بيعرفوا ما بيعرفوا ما هني بسنة 2005 ما إجا ميشيل عون 82% بتمثيل المسيحيين نعم لك اعترفوا فيه لك عمي حدا يجاوبنا ما اعترفوا فيه بس نحن اليوم بدنا نشوف وين الحل شو قالوا له وقتها قالوا له القوات ضدك ايه وهذا المكون المسيحي الأساسي فيها في الجهة الثانية هي القوات كمان مظبوط انه بدنا نلعب على التناقض لحتى نضل معطلين الدور المسيحي بالنظام السياسي بس اليوم صاروا القوات والتيار مع بعضهم وبقي الدور المسيحي معطل اذا او في محاوله لتعطيل الدور المسيحي احنا كيف بدنا نطلع من فكره عقل لا مش رح نطلع بدنا نحن بدنا نسقط السلطه نعم عبر المقاطعه عبر اسقاطها عبر منعها بأن تستطيع أن تبني واقع متراكم حتى تأتي الدول جميعا فتضغط عليه ولا تقول لهم روحوا على العدل ما في لعب بهالموضوع دولك الرئيس هل هالكلام اليوم عم بتقوله انطلاقا من مراقبتك للأمور وانطلاقا من معطيات معينة كونك أنا ما بحياتي بحكي معطيات أنا دايما بحكي مراقبة للأمور أنا ما بعرف شيء على الإطلاق هذا كلام رأيي الشخصي البحث رأي إلي نجيب ملح إبراهيم يعقوب الفرزدي بس إلي نجيب إبراهيم يعقوب الفرزدي وقت اللي كان عم يشتغل على موضوع التقارب بين القوات والتيار كان بعد ما فاتوا القوات والتيار بهالموضوع واليوم وصلنا إلى مكان القوات والتيار حد بعضهم اليوم هل سقوط النظام برمته يعني إعادة العمل على النظام بشكل عام سلطة دخيلة كلمة نظام مقرفي أولا وثانيا ما في نظام ليش في نظام بلبنان انا بنبسط بهول اللي بيحكوا باللامركزيه نعم no. ليش في مركزيه بلبنان في كيانات مذهبيه لا مركزيه السلطه المركزيه موجوده
كل كيان له حدوده وأعلامه وإعلامه وماليته ومؤسساته وثقافته طقوسه ورموزه علاقاته بالخارج علاقة الخارج فيه كل واحد عامل مقاطعة بيقولوا لا مركزية. طب بهاي اللا مركزية بده يكون في لا مركزية للا مركزيات تكوا السلطة كلها من أساسها روحوا لبناء بلد جديد. مين بياخد هالقرار دكتور رئيس؟ نحن اليوم إذا بدي أرجع يعني على التفصيل الصغير لأرجع أسألك السؤال الكبير. إذا أمر كتير صغير أمر تعيين موظف ما قادرين يجتمعوا على الاتفاق عليه، اليوم مين بده ياخد هالقرار الكبير بالوصول إلى هالمكان؟ الناس. مين الناس؟ ممثلينهم. أنا مثلا أنا أدعو وحمل القيادات المسيحية مسؤولية كبرى، ما حدا يقول لي وعاي بيحكوها للعالم. نعم. ما بيحكوها لي. بيحكوها إنه اللي في وضع وما وضع، هي شو وضع أنا؟ أول إن شاء الله أدعو عميل الاستقرار بالبلد. إيه العمل الاستقرار داخلي بالبلد اتفاق الطير الوطني الحر والأزبط. هذا هو العمل الاستقرار. لو لم يكن موجود كنت الناس أرتبت البعض. يلا على الباي. بأي شيء أنتم الاستقرار بجدود مع إسرائيل ومع مع هذه المجاميع الإرهابية جاي من الشرق السياسية من الشرق ما يكون عليها أنتم كسياسيين روحوا بيعوا القصة هذه حشة يخلينا لتستمروا بنهب البلد وسرقة البلد وأموال البلد بلد مسروق منعوب لك يا عمي قصة الإنترنت والألياف اللي مبدودة بالبحر وصرع قمم الجبال بأنطنات لك يا عمي لك شو وجهك وقفة امبارح وزير المالية علي حسن خليل معالي يقول هناك مئات ملايين الدولارات ما بيعطيك من موقع المسؤول كوزير مال الأدلة المادية بيقلك مئات مليون دولارات وانت مش انطعت عامل زيادة قرش تحت عنوان انه بتكلف مئات ملايين الدولارات ايتها الطبقات الفقيرة او بفقركم ونحن بدنا نسوق البلد وننهب بيروت الشرائح تحولت الى بيروت النفايات خافوا الله لم يقف احد وبيرجع بيوقف الرئيس فؤاد السنيورة اللي هو مسؤول مباشره عن هالنقطه بالتحديد ما حدا بيقدر يقول لا نحن بمجلس النواب هو اللي صادر مال البلديات تحت اسم سنه 97 تحت عنوان توازن الموازنه واسبين انه عاطي السكرين ب 173 دولار أغلى سعر تونس بيلي مع صندوق أسود اعترف فيه ميسر السكر مع زميلك الأستاذ مارسيل غانم سماه مسؤول صندوق أبيض بعشر مليون دولار شهرية يعني في مليونين دولار في مليارين دولار خلال 20 سنة لك خافوا الله مسروقين منهوبين محتقرين مهملين بعدك بتسألي شو أسباب إسقاط السلطة أنا لأني مقتنعة 100% معك أنه لازم اليوم يصير في تغيير جذري مشان هيك رح أمشي معك ومشيت معك وسيء الحديث أنا ما سألت شو أسباب اللي بتخلينا شو بدي أسأل مين بده ياخد هذا القرار أنا لقلك بدأت تدحرج القصة بس ما تعتبر يعني عم تحكي أنا عم بتجنب أنا ما بدي أحكي أفضح ما أعتقد أنه إدارة ميدانية للصراع لأنه ما إلي حق لأنه يمكن ومش أكيد أبدا يمكن يكون غلطان مش أكيد إنه الآخر إذا في حدا بده يعمل هيك شيء يكون أبيفكر نفس التفكير وبالتالي خربط له إياها أنا مش بصدد إني أطلع على منبر خربط مخطط يخدم سقوط السلطة مش بيوصل بس أنا بقول لك إنه من موقعك كإعلامية بناء القناعة عند الناس تدريجيا ترتفع وتيرة تحويل هذه النقمة والغضب إلى استعداد للذهاب إلى أين مكان أنا أدعو وزارة الطيار إلى مقاطعة الحكومة مقاطعة أوكي عم تحكي مقاطعة للمستقبل ضمن مقاطعة ضمن خطة استراتيجية مش ضمن مقاطعة على حدث إنه إذا هذا شو اسمه الضابط الجيد هو حرام يعني محمد خير إنه إيه بيطلع وزير الدفاع بيقدم هو مش على الأسماء هو على سياق العمل على سياق العمل الاقتراض بعرفش بس إنه بيطلع بيقدم لائحة بثلاث أسماء بعدما بيصوتش معهم هو باعتبار إنه عنده خطة التمديد استفروا أنا ما بتعاطى بشؤون مؤسسة الأمنية
وإز وإز قطعنا هلا جمعة الجيل بنرجع. المقاطعة يجب أن تكون بخطة استراتيجية عنوانها إسقاط السلطة. هذا الأنطاب اللي فيه أنا كمواطن يتم استنهاض المجتمع على أساسها. لو وصلت للعصيان المدني بتروحي للعصيان المدني. هذه هي الفرصة لإعادة إنتاج الشراكة الوطنية وفقا لعقد اجتماعي جديد تحدث عنه البطرق الراعي في مضى. هل هو مستعد أن يعود الحديث عنه بعد كل ما حدث أمامه لإعادة إنتاج واقع جديد في لعبة الشراكة الوطنية؟ هذا موضوع أنا قناعة استراتيجية عندي، وهذه آخر فرصة. وأنا أعتقد أن الهدف بتحقيق هذا الهدف فرصة متاحة ومباحة، بد صبر وبد ومن نصر إلا صبر ساعة. نعم. أقدموا دولة الرئيس بده يروح إلى فاصل ويتحمل كل القادة المسيحيين الآخرين المسؤولية عن أي تخلف عن أن يلحقوا بهذا الركب أو أن يشاركوا بصناعة القرار في هذا الركب لكي نركب جميعا بهذا الركب. دولة الرئيس بده يروح إلى فاصل إعلاني تاني. بعد الفاصل هالموضوع الكبير اللي طرحته في حال التيار الوطني الحر استجاب لدعوتك وفقا لاستراتيجيته، مين رح نحكي إذا بدك تكتيك، مين ممكن يكون مستعد يمشي بهالموضوع وفقا لظروفه الخاصة؟ لا بدي اعتذر، لا ما رح اعتذر، لأنه صرنا ندخل بتفاصيل ميدانية ما ورد. لا أنا مش تفاصيل، لا 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 ما. يعني شو بدي أسألك، أنا مواطن، شو بدي؟ حزب الله هو حر، نعم، الرئيس بري حر، نعم. إذا كان رأى أمامه أنه حليفه أخذ موقف هو محق بالمضمون ويمارس حق الدفاع المشروع عن النفس، فلينسجم مع قولة خطبائه في الأسبوع القادم إلى متى تحشرون التيار الوطني الحر. بدنا نروح إلى فاصل إعلاني تاني. بعد الفاصل بدي تابع معك بهذا الموضوع، يمكن فهمتني غلط شو بدي أسأل، بس أسألك الأسئلة رح تعرف أنه إن شاء الله مش لهالدرجة، رح نقرأ كمان وقراءة تحليلية. فاصل مستمعينا ومنتابع حلقة مدى الصوت مع دولة الرئيس إلي الفرزلي.